في فبراير 2022 بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، بعدها انتفضت الرياضة لدعم أوكرانيا. الفيفا واليويفا واللجنة الأولمبية الدولية والدوريات الكبيرة كلهم خدوا مواقف علشان يدعموا فيها أوكرانيا ضد الغزو الروسي. حتى تشيلسي اتأثر علشان مالك النادي رومان إبراموفيتش روسي لحد ما أجبر على بيعه. قبلها بسنتين البريمير ليج قرر ان قبل بداية كل ماتش كل لاعب ينزل على ركبة واحدة كنوع من انواع الدعم بعد مقتل المواطن الامريكي الاسود جورج فلويد على ايد الشرطة، فشافوا ان بكده هم بيدعموا الحرب ضد العنصرية. هل الاجراءات اللي خدتها الفيفا والويفا واللجنة الاولمبية والدوريات الكبيرة انهت الغزو الروسي لاوكرانيا؟ لا. هل دعم البريمير ليج لقضية جورج فلويد انهى معاناة السود والعنصرية في العالم؟ برضو لا. بس الهدف الفعلي من كل الحملات دي هو التوعية بالقضية. احنا مش اصحاب قرار ولا سياسيين ولا رؤساء دول، ملناش اصلا دخل في الحوادث دي، بس احنا مسابقة واندية ولعيبة ليهم شعبية كبيرة في كل حتة في العالم، فلما كلنا ناخد موقف واحد من قضية انسانية ده بيشكل جزء كبير جدا من التعاطف معاها. وده بالظبط تعريف القوة الناعمة. انا مش بجبرك ولا بضربك على ايدك علشان تاخد الموقف بتاعي، بس انا عندي عناصر جذب تخليك تحترم موقفي وتخلي اللي انت عايزه هو نفسه اللي انا عايزه. هل في وسط الحرب على اوكرانيا ظهرت اصوات بتسأل في كام جندي روسي اتقتل في الحرب دي؟ ايه دوافع روسيا في غزو اوكرانيا؟ اكيد لا. هل ظهرت اصوات بتقول ايه اللي ودى جورج فلويد عند الشرطة؟ دورت على حجج للي قتله؟ برضو لا. لان المطلوب من كل ده هو انه يشاورلك على الطرف الضعيف صاحب الحق من وجهة نظره، واللي الهدف من كل اللي بيعمله ده انه يخليك تتعاطف معاه وما يضيعش وقت في ان انت تسأل اسئلة وتدور على اجابات عليها حتى لو هتوصل لاستنتاج في النهاية، لان مع مرور الوقت بيضيع الاحساس بالتعاطف وبيضيع الاحساس بحجم المأساة. ومن هنا بيجي اهمية استغلال اطراف انت بتحبها وايديها نظيفة وعمرك ما شفت العيبة بتطلع منها، اندية بتشجعها من صغرك وبتتحكم في مزاجك، لعيبة انت بتحبها وبتحترمها وبتتفرج عليها دايما وبتدعمها وقت ما تحتاج اي دعم منك. طبيعي لما الناس الحلوة دي كلها تاخد موقف واحد انت تتأثر بيه، او على الاقل هتأثر في قرارك لو لسه ما حسمتش موقفك. وللسبب ده الاتحاد الدولي للسباحة حذف صور تتويج البطل عبد الرحمن سامح بذهبية 50 متر فراشة من الأبطال المتوجين، لأنه ببساطة عبر عن دعمه لفلسطين رغم أنه ما جابش سيرة الكيان الصهيوني. بس لمجرد أن الراجل قال أنه مش قادر يحتفل وإخواته بيموتوا في غزة، الاتحاد الدولي للسباحة حذف صوره وكأن أصلاً التتويج بتاعه ما حصلش. والهدف من حاجة زي دي مش اللي واخدين نفس موقف السباح المصري، لا، المستهدف هو الناس اللي على الحياد أو على الجنب التاني، واللي ممكن كلام عبد الرحمن سامح يخليهم يشغلوا تفكيرهم شوية، يحاولوا ان هم يعرفوا اكتر يقروا اكتر بشكل ممكن يخليهم يفكروا يروحوا لدعم الطرف التاني. ومش عبد الرحمن سامح بس ولا اي نجم عربي زي يوسف عطال او نصير مزراوي، لا، ده اي واحد ممكن يحاول انه يفتح عينين الناس على الجنب التاني. وده اللي حصل مع باتريس إبرام من انستجرام، او مع كريم بنزيما، او حتى مع انور الغازي اللي معاه جنسية هولندية. ومن هنا بيجي احباط الناس لما النجم اللي هم بيحبوه وعنده متابعين بالملايين ما يشاركهمش التعبير عن قضيتهم ومعاناتهم. ليه؟ لان ببساطة شعبية النجم الكبيرة دي ممكن تحول بوصلة المتابعين والمحبين للناحية التانية، ان هم يقروا اكتر يعرفوا اكتر او على الاقل يراجع نفسه، زي مثلا اللي عمله محمد صلاح لما لفت انظار العالم لقضية مهمة زي كارثة تصدير القطط والكلاب. اللاعب بيبني مسيرته بموهبته بتضحياته برغبته المستمرة في التطور، دي حاجات ما تقبلش النقاش، وبناء عليها بيكسب لنفسه امتيازات مادية، بيكسب لنفسه حاجات تخليه مصدر فخر لأسرته. بس الناس بتتعامل مع النجم على انه هم شركاء في نجاحه، هم اللي دفعوا من وقتهم ومن فلوسهم علشان يتابعوه وما تأخروش عن دعمه في اي وقت احتاج فيه صوتهم. فلو الناس محتاجة صوت النجم
علشان قضية واحدة عندهم، فالنجم محتاج صوتهم في كل أسبوع وكل شهر وكل موسم. زي مثلاً لما محمد صلاح طلب دعم المشجعين في خناقته مع اتحاد الكرة قبل كأس العالم 2018، أو لما محمد صلاح كسب جايزة بوشكاش 2018 رغم إن في نفس السنة كان في جول رونالدو في يوفنتوس وجارث بيل في ليفربول. وده برضه ما يقللش من تعبه وتضحياته ورغبته في التطور، بس يفرق ما بين اللاعب المميز اللي نجاحاته مرتبطة بعمره جوه الملعب بس، والنجم الشعبي القريب من الناس والقادر إن هو يعبر عنهم ويثبت إنه فعلاً فخر للناس مش فخر لنفسه بس. زي مثلاً ما محمد صلاح أثبت إنه قريب من الشعب الإنجليزي وقدم تعزية في وفاة الملكة. فمش كل لاعب إمكانياته كبيرة نجم كبير، ولا كل لاعب عظيم أسطورة شعبية. أحمد حسن كوكا مهاجم قضى مسيرته كلها في المستوى الثاني في أوروبا، لعب في البرتغال، في تركيا، في اليونان، ما كانش ناس كتيرة بتحب تشوفه مع منتخب مصر، ورغم كده استخدم شهرته البسيطة في إن هو يعرف الناس بره بمعاناة أهل غزة، فكانت النتيجة إن الناس احتفلت بيه في الوقت ده أكتر ما احتفلت بأي جول هو سجله. هل كلامنا بندخل بيه في النوايا؟ أكيد لأ، بس أحياناً صوت الكلمة لازم يكون عالي ومسموع بشكل يتناسب مع علو صوت القنابل. في وقت ما الناس حاسة إن الإعلام الغربي واخد موقف طرف على حساب طرف تاني أعزل ما عندوش الإمكانيات اللي ممكن يعبر بيها عن نفسه، طبيعي إن هم يدوروا على أي صوت عالي، وده بيلاقوه عند النجوم العرب المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبيرة. في الوقت ده طلبهم مش الفلوس، وحتى لو احتاجوا الدعم المادي فهم طالبين الكلمة قبله. هل ده مش حقهم؟ لو اعتبرنا انه من باب نصرة مظلوم مهما كانت جنسيته ومهما كانت لونه فهو حقهم، لو اعتبرنا انه من باب انهم ناسك وقضيتهم قضيتك فهو حقهم، لو اعتبرنا ان الناس دي ما تأخرتش عن دعمك في اي تصويت واي موقف انت احتجته فيهم فهو برضو حقهم. يعني دعم الناس دي مش تكرم، لا، هو دور مجتمعي مطلوب من كل نجم وشيء يستحقوه. وعلشان كده رسالة محمد صلاح حتى لو اتأخرت كانت مهمة، والناس استنتها فترة طويلة حتى لو كان هو قدم الدعم قبل كده في السر. شوف كلمة صلاح شافها كام مليون، شوف وصلت لكام مليون، والهدف ان انت تحاول ان انت تنقذ شعب من إبادة جماعية بيتعرض ليها. عشان كده شكراً لكل النجوم العرب وغير العرب اللي اختاروا إن هم يقفوا جنب طرف أعزل بيتعرض لإبادة جماعية كل يوم. شكراً إن هم استغلوا إنسانيتهم وما فكروش مرتين، واستغلوا شهرتهم وشعبيتهم وقوتهم وما اكتفوش بموقف في السر.